مترو. مترو. من هو المترو جاي؟ مترو. 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 بالشغف ده لحب لشغله اتقلبت حياة المرشد ده وتحول لواحد من مشاهير تيك توك، والسبب خفة دمه وطريقة إرشاده للناس للمترو في قطر. والشخص ده هو واحد من كينيا واسمه أبو بكر عباس. بعد الفيديوهات دي بقى عنده حساب على تيك توك بيتابعه أكتر من 100,000 شخص وفيديوهاته تجاوزت 1,000,000 لايك. أما الموجودين في قطر فبقى يروحوا عنده ويتفاعلوا معاه على كلمة مترو. وشهرته الكبيرة خلت حتى شيف براك يروح عنده ويقلب حلة ورق العنب مع كلمة مترو.